السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. في هذا المقطع راح نحاول نصطاد ليجندري باونتي مطلوبة أسطورية وهي قوية، طبعا مجرمة قوية ولها عصابة كبيرة. فأول مرة راح نواجه يعني مجرمة وعندها عصابة كبيرة مو أي كلام، والمطلوب تقبض عليها حية أو ميتة، dead or alive، وعندك روحين فقط وبعدها راح تنتهي المهمة في حالة أن مت مرتين. وتمنيت أنه يكون معاي مرافق في هذه المهمة، بس للأسف راح أكون وحيد وإن شاء الله راح أنتصر عليهم. المهم يحتاج لك أقوى الأحصنة، يحتاج لك أقوى العتاد من الأسلحة، ويحتاج لك أدوات العلاج، وهذه الأمور تكون متوفرة إنها معركة كبيرة. نخليكم مع المقطع وشكرا لكم والسلام عليكم. باربريلا ألكازار our bandit queen. Sooner her bloody reign comes to an end, the better I'd say. I'm a mite sad I ain't gonna be the one to bring her down myself. Let's see. She came over this side of the San Luis with a bunch of men, Del Lobos for the most part. And there ain't been no let up in bloodshed since. I think they're all held up at that old mine, Gaptooth Breach. Unless you're real, real delicate, I would expect a confrontation with this lady. Life and
From the looks of it, they've learned their lesson. Leave them outside. I'll get you your payment.